تقول في سؤال لها إن أبا زوجي مريض ومقعد بسبب مرض وكبر السن، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه لوقت الصلاة، ولا يستطيع تنظيف نفسه بعد قضاء حاجته، فأقوم أنا زوجة ابنه بتنظيفه، فهل علي إثم في مس عورته؟ وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ المرأة لا تمس فرج زوجها، فرج الرجل، المرأة لا تمس فرج الرجل ولو كان من محارمه، وإنما هذا من خصائص الزوجة مع زوجها. نعم. الزوجة مع زوجها لا بأس أنها توضي، ولكن يكون من وراء حائل، يعني يوضع على العورة ما يشبه التبان أو ما يشبه السروال القصير، تدخل يدها من تحته وتغسل فرجه، ويكون على يدها خرقة أيضا، يكون على يدها مدسوس أو خرقة، وتصب الماء وتنجي هذا العاجز، بحيث يكون الحائل دون النظر ودون اليد أيضا، دون النظر وفوق اليد، دون النظر وفوق اليد، وهذا في حق الزوجة مع زوجها. أما بقية النساء فلا تتولى توضئة عورات الرجال ولو كنا من محارمهم، وإنما يتولى هذا الذكور معهم، ويكون من وراء حائل أيضا كما سبق. نعم. والزوجة مع زوجها يا شيخ يشترط أن تكون أحسن. نعم. أحسن أن لا تنظر إليه ولا تمسه بيدها. أي نعم، أحسن أن تكون من وراء حائل وأن لا تمسه إلا من وراء حائل، أبعد عن إثارة الشهوة. نعم. أحسن الله إليكم.